سريعة تأتي من الجانب الأيمن، من ثم تمريرة والتمهيد، عودة بالخلف للكرة من جديد، محاولة مستمرة، هنا فرصة ولو نقطة من هذا الملعب، كرة ترسل عالية داخل منطقة الجزاء، فرصة خطيرة، جول جول جول، هدف أول. نعم، والنوايا واضحة عند هذا الفريق، النوايا واضحة بهدف أول يسجل في هذه اللحظات. إيفي لوبيز يفرح هذه الجماهير القليلة الحاضرة في مدرجات ملعب البرنابيو، ويتمكن إيفي لوبيز من تسجيل الهدف الأول في هذه اللحظات. خطيرة كانت الكرة وما زالت الخطورة، لدينا فرصة باليمين، فاسكيز والعرضية عالية والرأسية هنا تحضر، لكن في الأخير الكرة سهلة عند حارس المرمى، الحارس راؤول فيرنانديز. الرد السريع كاد أن يأتي من خلال والتمريرة، كرة خطيرة خطيرة هذه الكرة، ولكن راؤول فيرنانديز يتصدى في الكرة الماضية، يتقدم حارس مرمى كثير مما كانت عليه في كثير من الزيارات. كرة ترسل عالية، بعد ذلك التغطية الدفاعية والصافرة كذلك أتت من السيد هرنانديز. هرنانديز في الكرة الماضية والتي أشارت إلى خطأ لمصلحة نادي ليفانت. في الدقائق القادمة لدينا هنا الكرة التي كانت بالإعادة من خلال العرضية التي أتت من لوكاس فاسكيز والتي إلى دوري الدرجة الأولى في هذا الموسم. كرة تصل عالية ولكن في الأخير سهلة عند حارس المرمى، على إشارة إلى خطأ لمصلحة نادي ليفانتي. هنا التسديدة الأخيرة من إيفي لوبيز، لاعب اللي سجل هدفه الشخصي الثاني في هذا الموسم بعدما سجل في مرمى ديبورتيفو لا كورونيا، كان قد سجل. تقدم من الجانب الأيسر ثيو هرنانديز يحاول فيها، لكن تدخل كان موجود بقرار ستيف في هذا الموسم برصيد هدفين. كرة ترسل عالية، روسيو حضر ريال مدريد، وهنا هدف التعادل، وما هي إلا البداية. لسان حال جماهير الملكي في هذه اللحظات بهدف التعادل الذي سجل لوكاس فاسكيز بكرة من راموس. يا سلام، دائما هي كرة. لدينا فرصة تلاقى، محاولة خطيرة، لكن التغطية الدفاعية المطالبة كانت بوجود ركلة جزاء من ثيو هرنانديز في الكرة الماضية، لكن هرنانديز كان قريبا في الكرة الأخيرة، وبعد ذلك تصل مرة أخرى في وسط الميدان لمصر. الرد بصورة ثنائية، أتت العرضية والرأسية الخطيرة، هنا الويلزي أراد أن يقول كلمة، هنا الويلزي أراد أن يزور شباك الحارس راؤول فيرنانديز، لكن كرة تجانبت القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى. كرة خطيرة، فاران اللاعب اللي تدرب مع المجموعة، ولدينا فرصة خطيرة، الثاني جول. أوه يا جارث بيل، اللي كانت خطيرة، فرصة الهدف الثاني ضاعت. ماذا تريد أكثر من هذه الكرة بهذا؟ توني كروس عند الكرة يحاول فيها، توني كروس والتصويب من بعيد، خطورة، يا لقوة الكرة الماضية، لكن